السلام عليكم ورحمة الله. الليلة هنعمل أكلة أغلبية الناس بتحبها، اللي هي سلطة الجزر. صراحة هنا التصوير ظلمة شوية، بس شكلها روعة جدا وطعمها حادق وجميل. إن شاء الله هنعملها بطريقة سهلة بمكونات إن شاء الله موجودة في كل بيت، ينفع تتخطى في الغداء أو الفطور. يلا نشوف الطريقة بتاعت التحضير. هنجيب طوة ناخدها على النار، نكب لها شوية زيت ونسيب الزيت يسخن لمدة دقيقة. بعد كده هننزل بالمكون الرئيسي اللي هو الجزر. أنا هنا بشرت 6 جزرات صغار، 6 حبات. هننزل بهم على الزيت وحنضيف عليهم بطاطساية صغيرة مبشورة. صراحة البطاطس حيتقل قوام السلطة وحيديها طعم جميل. بطاطساية صغيرة مبشورة، بعد كده نقلبهم على النار لمدة من 10 إلى 12 دقيقة لغاية ما يدبلوا تماما وحتى الزيت يكون لونه برتقالي. زي كده خلاص كده انتهينا، دبلوا تماما. نحاول نصفي الزيت منهم، هنستعمل منه شوية للتزيين والباقي هنرميه هنستغنى عنه. هنا الجزر برد وتصفى من الزيت، بعد كده نحاول نبهره. ثوم مهروس، 3 أو 4 تومات مهروسات، ملعقة صغيرة ملح وملعقة صغيرة فلفل أسود. عصير نص ليمونة والمكون السحري زي ما أنا بقول له المايونيز، هناخد منه 3 ملاعق كبيرة، هيدي طعم رهيب جدا للسلطة وقوام كريمي. هناخد 3 ملاعق من مايونيز، وملعقتين كبار من الزبادي. نبتدي نخلطهم مع بعض لغاية ما يكون خليط متماسك كده بالشكل ده، شكله روعة الصراحة. هنجيب بعد كده خلاص هنجيب طبق التقديم وننزله. وحنزينه بشوية من الزيت طلعناه قبل. وبكده انتهت وصفتنا الليلة. يا ريت تدعموني وتشتركوا في القناة، ولو حبيتوا الفيديو اعملوا لايك. مع السلامة، في أمان الله.